اليوم خديت اول مقابله ليا مع بريمير ايكيب، والتجربه اللي خديت اليوم كانت مزيانه، اللي غتعاونني من هنا لقدام ان شاء الله، حيت كتاخذ لا كونفيونس ديالك وكتعاونك بزاف. واخا كان الريتم شويه طالع، ولكن الجروب كيخليك انك تادابط معاهم. وبعد ما ترينيت مع بريمير ايكيب 3 موا، جا هذا النهار اللي عطاني ميشيل الفرصه ديالي باش ناخذ نلعب الماتش اميكال. واخا اميكال كان ماتش في المستوى، الحمد لله بينت انا المستوى ديالي، وسعيد بزاف حتى نادي مالاغا كيعطيني فرص بحال هادو وكيعاونني.